السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتوما مع الطويرات ديالكم لا فامي ديالكم حتى هي. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا قمنا بواحد الجولة لسوق الفلوجة بطنجة للطيور والحمام، يعني كيتباعوا فيه الطيور والحمام كما كتشوفوا دائما. و فيديو واعر اصدقائي، اثمنة ديال الطيور من الزبرة حتى كالوبسيت، كذلك الاثمنة ديال الاقفاص، ديال السيباراسيون، ديال جوج الوكالات، ديال ثلاثة الوكالات. المهم دورنا واحد الجولة كانت رائعة. كانوا كليبات تسمى اللهم بارك، اللي ما عرفش السمية ديالهم، اللي عرف السمية ديالهم يكتبنا في لي كومونتير اصدقائي. المهم الاثمنة في المتناول، اثمنة يعني جد مناسبة، وخليت لكم تما النماري ديال اصحاب يعني ديال الطيور اللي كيبيعوهم تما. فرجة ممتعة اصدقائي، الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بواحد التعليق ولايك الفيديو، ولا عجبك 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 بارطاجي مع الصديق ديالك اللي مولع بالطيور. تحياتي. وما نساوش واحد الحاجه اللي ما عجبتنيش في السوق اصدقائي، صراحه بكل صراحه، وهي ان كاينه بعض الاشخاص يعني اللي باقين كيجيبوا المقنين يعني في الساعه ديال التزاوج ديالو دابا، فحاله يرثى لها تما اصدقائي. بزاف ديال المقانن بنتاوي بالذكوره، يعني المشكل الكبير هي ان بنتاوي بالذكوره، وكما كتعرفوا دابا راه الساعه ديال التزاوج. وهذا ميساج يعني بالنسبه للاصدقاء، ما تشريوش مقنين في هذه الساعه هذه، لان واحد الحاجه يعني عليها الطلب، ف يا خور كيمشي يصيد، فلا مجبر اللي ما غادي يدي مع عنده ديك المقنين فهو ما غاديش يصيد. لذلك كنقول الدراري بارطاجي معكم هذا الفيديو هذا، وما تشريوش مقنين في هذه الساعه هذه، خاصه في هذه الساعه هذه اصدقائي، لان ما غاديش يخدم لك، وبالتالي راك كتساهم في الانقراض ديالو في الطبيعة. وتحياتي لك. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. تحياتي ابا ايوب، الله يحفظك. سبحان الله وما بارك فيك. سبحان الله وما بارك. كيلقحها على المباشر، قصر كبير اللي بغا شي سخيرة وكذا، راه عمر كيعمل لي فريزون قصر كبير 30 درهم سريع 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 يوميا، كل حد 15 درهم، كل حد كل حد في طنجة وكيطلع نقصر كبير. تحياتي خي محسن، الله يحفظك. انا الشيوخ ديالنا با قاسم، انا خي ديالنا محسن وليداتو، انا اللهم بارك. تحياتي. هادو شحال عندو؟ تما شوف اخاو، هادو شحال وصل؟ هادي الكوبلة عاملة 600 درهم 600 درهم، هادا كتكر 700 درهم. فرنسي هذا جزيل، سبحان الله. والمس والمس ملمس ملمس. هنايا كاينه شي بياسات دبينا الخوت. هنايا كاينه شي العسل، هنايا اللهم بارك. قمنا ديال اش العسل اللي عندك هنايا والثمن؟ العسل ديال الدغموس. هادي الدغموس شحال واصله هادي؟ 300 درهم. 300 تبارك الله. وهذه الاعشاب 200 درهم. 200 درهم. هذه السدرة الثالثة هذه، ها؟ 250 درهم. وهذه تالي الاعشاب تاهي تاهي. واه هذه شحال فيهم بالعبارة؟ كيلو كيلو. كيبان قليلة هذه ولا كيلو؟ لا لا كيلو. هاي الثمن قلتي 300 250 200. وخلينا النمرة ديالك الدراري إلا بغا شي واحد. 06 78 97 95 95 02 02. السلام عليكم الخوت، انا مع الاخوه عبد العالي هنايا، الخوه ديالو هاني ديما حاضرين، ناظر اللهم بارك. ولد عمو، ولد عمو حتى هو، تحياتي ليه، نصور لكم هنايا اللهم بارك. وكذلك غنقول لكم حتى الاثمنه هنايا كان شحال اخي عبد العالي كان 120 درهم، انا اللهم بارك. قول لي بغا شي حاجه يجي عنده قول له من طرف الدينار 100 درهم، انا اللهم بارك. بياس ناضي اللهم بارك. انا اللهم بارك. هنايا هنايا بيرو شحال واصل اخي عبد العالي؟ كلشي 60 درهم. الواجد ها انتوما قلت 60 درهم، اللي بغا شي حاجه يجي عنده الديناري 50 درهم اللهم بارك. هنا عنده شي بياسات زايدين هنايا اللهم بارك، الرينبو كذا المسائل. هادو شحال هنايا عبد العالي؟ شحال واصلين هادو؟ هادو هنايا 500 درهم الجويجه هنايا القط، اللهم بارك. سبحان الله ما بارك. كاينه بياسات ما شاء الله، سبحان الله. وهادو هنايا الكوبل هادي 300 درهم تبارك الله. درونطاي هاديك، هاداك راه وطفت زول اخاي، سبحان الله ما بارك. بياسات هادوك شحال واصلين؟ هادو
150. 150 درهم. شوف. اللهم بارك، الله يحفظك. أنا اللهم بارك البياسة السنة، شحال هادو خاي؟ 100 درهم بياسة. هادو 100 درهم بياسة، كرون طيار، اللهم بارك، ما شاء الله. عنده واحد بياسة هنايا ديال فيشر، فريخ هذاك يا خاي. 180 درهم، ما شاء الله. عملوا له عشت كامر ثم خاي. ما أنقذ خاي. أي. اللهم بارك. اللهم بارك. واحد كارت فريزي تما شحال؟ 250. 250 درهم بياسة هادو. اللهم بارك. كلشي ديكور هادو. اللهم بارك. وهاديك خفاس سيباراسيون شني تما؟ سباع واد. اللهم بارك. فيزا الدار بعد الوكالة شحال عامل؟ 160 درهم. وهادوك بياسة تما يا هادو؟ اللهم بارك الخوت. الثمن ديالهم شحال هادو اخي؟ 100 درهم. 100 درهم بياسة. اللهم بارك الخوت. بياسة كاين التكساس، كاين السبانجل نايشي بياسة، اللهم بارك. كاين الرينبو. واحد بياسة الهوك، اللهم بارك. الدكار ما شاء الله هنايا، اللهم بارك. تبارك الله. هنايا الزويجات هادو شحال؟ اللهم بارك الخوت. اللهم بارك. كيلقها على المباشر. اللهم بارك. شحال عاملة هاد الكوبلة هادي؟ 350 درهم هادي الخوت. وهادي؟ 250 درهم هادي الخوت. اللهم بارك. مع الإخوة ديالنا كذلك عندهم فوزة ديال السيباري. فوزة السيباراسيون شحال عاملة؟ 190. خلينا النمرة ديالك يا الخوت. 06 94 84 01. تحية العادل وتحية الكناين. الله يحفظك. الخوت مع الاخ عبد اللطيف دابا يبريزونتي لنا شنو عنده هنايا، الاثمنه كذلك. المهم ديك الشيء ناضي كان ناضي غادي تشوفوه معنا. سير اخي عبدو، قدمنا بعدا راسك قناه ديالك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عبد اللطيف عاشق طيور الحمام. هذه هي القناه ديالك. كاملين اللي كيعملوا المزيان وكيبارطاجيو معنا، شكرا لكم. ما تخسروا والو الدراري، دخلوا عنده ابوني للعيبات، وراه كل حد وخميس راه كيعمل فيديوهات في السوق وهذا الشيء اللي كاين، وراه عنده محل في مغوغه. وتحياتي سير اخاي. غادي نذوقوا ان شاء الله واحد الكوكله ديال بقاو هنايا جوج دنانتات، الثمن ديالهم 200 درهم. 200 درهم بياسة. 200 درهم بياسة. كاينين واحد الكوكله ديال كاكاريكي، الثمن ديالها هذاك 1100 درهم. 110. 110. كاين واحد النانته ثانيه كالوبسي 300 درهم. مدريسياش؟ لا ما مدريسياش. كتعطيت. كاين هنايا هاد النانته كامر شحال واصله؟ الثمن ديالها 150 درهم. 150. كاين هاد النانته في ابيض، الثمن ديالها 150 درهم حتى هي. تبارك الله. 150 درهم. الله. 7 درهم. كاين تبارك الله شي حاجه ديال بيروس 60 درهم 50 درهم 40 درهم ثم ماشي عاد 32 31 درهم نبيعوا لهم ماشي مشكله. لا 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 سبحان الله ما بارك. 30 35 طحنوا لهم يلا سير. اللهم بارك. اللهم هنا انا شي حاجه ديال الكانر تسالوا اخوتي هادو خاويين. التخفيز هذا شحال عندك؟ هذاك 120 درهم اخي محمد. الكانر هنايا الثمن ديالو 100 درهم. 100 درهم. اللهم بارك. شحال تما الثمن الكانر؟ هادو هنايا اخي عبدو شحال؟ شحال عبدو هادو؟ ننسى الكره تما. هادو شحال عبدو؟ هما تما شوف اخو. هادو شحال؟ هذيك كوبله عامله 600 درهم. 600 درهم. هذاك كتكر 700 درهم. خلينسي هادو يا. هادو خلينسي تباع. كاين هذاك فواياج 100 درهم اجي درني هنا اختار اللي بغيت. هادوك شحال واصلين ديك فواياج؟ درني لهم ب 3 درهم. وهادو هنايا اخي عبدو تبارك الله هنايا فواياج والثمن ديالهم 20 درهم. 20 درهم. كاين تما تبارك الله واحد كوبله الثمن ديالها 50 درهم اللهم بارك. هذيك شوف ديك الدكار معاها. هادو 50 درهم. 50 درهم تبارك الله. هنايا لي زاكسيسوار الخوت هنايا اللهم بارك. المهم دابا نقدر نقول لكم ما بين الاخر السوق وبين وسط السوق اخوت. اللهم بارك. ثلاث سلام كلشي موجود تبارك الله. تبارك الله. جيبوا جيبوا السميه اللي انا هي نسيت السميه ديالو. شنو السميه ديالو؟ ربي يقول له السحليه اخي. لا ماشي السحليه. لا لا شنو واحد السميه غاليه. اللهم بارك. جيبوا جيبوا نشوفوا اخي. كاين بنادم طويري وقال لي هذا اش منا وداك كانر. اللهم بارك. طويري. الله الدراري كتبوا لنا في التعاليق هذا شنو النوع ديالو. اللهم بارك. سبحان الله واعر. كامر هذا الخوت الثمن ديالو هذا عبد؟ لا تباع. تباع؟ ما كيبيعوش. تبارك الله اللهم بارك. ديك كامر اللي عندك تما خاي عبدو؟ الله يحفظك. 120 درهم الخوت هنايا اللهم بارك. تخفيزات سيباراسيون شحال واصلين؟ سيباراسيون عاملين 200 درهم، خوزة 30 وكالات عاملين 120 درهم. جد الوكالات؟ الوكالات 95 درهم.
ثم كتسمعوا الاثمنه الخص وقفز سيباراسيون ضرب بعض الوكالات 160 درهم 160 درهم ثم الاثمنه الاكسسوار اللي كاين خلينا النمره ديالك اخاي عبدون المهم النمره ديالنا 06 07 23 35 06 07 07 66 89 عندي شد النمره تاع خوتي الا ما شربتش هي تشبر هذه بعد ساعات ما كيشبروش بجوج بيه تحياتي اللهم بارك مع خاي عمر مقصر الكبير تحيه للدراري مقصر الكبير كاملين هذا اللهم بارك شي فيشر هنايا شحال واصلين هادو خاي عمر 300 درهم بياسه الخوص هذا اللهم بارك بيكا باي تحليل هذا اللهم بارك تولوا غادي يا عمر 350 درهم كوبلات فيشر الخوص اللهم بارك انا مع خي عمر غنصوروه كاين هاد مساته هنايا الخوت عنده ثلاثه اللهم بارك شحال هادو خي عمر 250 عزل بالعزل 700 درهم 250 الاخوه اللهم بارك 700 درهم ها هذا ياسين انا اللهم بارك وهذا عمر لوغانو 50 درهم لوغانو كاين لوغانو 30 درهم هذا كيتكلم تبارك الله البياسه هذيك ديناها من عند اللهم بارك 300 درهم عمر قلنا النمره ديالك عمر 67 734 جميع الخدمات من طاجان كويره والدراري تقصر كبير اللي بغى شي سخيره وكذا راه عمر كيعمل لي فريزون قصر كبير 30 درهم سريع يوميا كل حد 15 درهم كل حد في طنجه وكيطلع قصر كبير تحياتي خاي محسن الله يحفظك انا الشيوخ ديالنا بقاصف انا خاي ديالنا محسن وليداتو انا اللهم بارك خوت معايا ياسين احسن ياسين في العالم انا اللهم بارك واش اخا ياسين قلنا الثمن ملايين تلاه عندك 200 وشي طالع 200 وثم طالع انا اللهم بارك عندك بياسه الدرين بهنايا ما شاء الله تبارك الرحمن وهذا ياسين شنو نقضيو عادي قلنا الاثمنه من 80 درهم من فوق الخص انا اللهم بارك قلنا النمره ديالك حبيبي 06 05 97 77 23 هذا هو اللي كان كيقول دابا عاد مسات 250 درهم ها وي انا انا الخص هاد البياسات هادو بيدهم ياسين الزيبرا شحال واصلين اخا ياسين 45 درهم الزيبرا انا اللهم بارك وهاد الكاميرا ياسين 200 درهم ها هي اخرى 170 جوج مساوي 170 يا شحال 200 درهم 200 درهم موزايك وديك بياسة اخرى 170 درهم اخص انا شنو هادو السمية ديالهم شنو هادو اسمهم هذا الجزيل الاصفر وهذا الجزيل الاحمر جزيل ملمس سبحان الله ملمس 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 هنا كاينه شي بياسات بين الخوت حمار وفك حال الخوت هادو الثمن ديالهم شحال ابراهيم واحد 180 درهم 12000 درهم هذا الحمار 100 درهم 100 درهم هادو 25000 25000 هاد كالو بسيط ابراهيم صباح هادو خلينا النمره ديالك ابراهيم 06 67 97 76 22 تحياتي سي صمادي احسن صمادي في العالم تحياتي الله خي صمادي قلنا الاثمنه واللعيبات اللي عندك شحال الثمن ديالك كالوبسي 80 درهم انا اللهم بارك دراري كبيروش 13 درهم الضخم شحال جوج 8 درهم بيروش الثمن ماين حتى لاي 80 درهم وثم طالعين انا نقص اللهم بارك كاين شي بياسات ديال الريمبو هنايا انا اللهم بارك بياسات نادين تبارك الله كاين سبانجل كاين تكساس كاين واحد الكيس خارج من العز الوضوء اللهم بارك صاف هنايا كاين هنايا الزوان انتم واخد السريعة تشوف الزوان التخليطة هادي المأكولات اللي كاين اللهم بارك كاين هنا الخواتم ديال بيروس ديال اسبانيا بيروش شحال هذيك عامله؟ 4 درهم الوحده 4 درهم اللهم كاينه الكانار كاينه ديال المقنين كاينه ديال المقنين عنده هنايا كاينه ديال الكالوبسيت كالوبسيت كاينه عندك ديال بيروش ديال الماركه هذه تبارك الله
المهم هنايا كاين ما تقولوا صالفوش كاين اكسسوار ديال الطيور مستلزمات صالفوش كاين اللي راه عند الله ما دار الله ما دار كيتباع هذا عند الفرس هذا خيز ناضي تبارك الله سبحان الله بحال هذا كان الصمادي هذيك هذيك البينات 700 درهم 700 الى ناضي تبارك الله ناضي كان ناضي خوت خلينا الصمادي النمره ديالك راه عندهم حتى الاذان ديال الخوت الاذان ديالها موجوده خلينا بالعبار النمره ديالك الصمادي 06 18 83 65 65 انا الخوت مع با ايوب اللهم بارك فيا سي تبارك الله اشني كنشوف عندك تما اله اللي كنشوف تما راه نشوفوا شي واحد جيبي اخر هذيك اللي مزيو راهم بجوج انا الخوسان كليبات ما شاء الله شحال الثمن ديالهم 400 درهم الواحد هادو 400 درهم الواحد هذا الخوص اللي بغاهم شي واحد باقيين صغارين شنو السميه ديالهم المهم السميه ديالهم ما عارفينهاش الصراحه المهم هاد واقيلا كيبقاو قزاميين الخوت ما شاء الله باقيين صغير 400 درهم الواحد هادو انا صور لكم الطويرات اللي كاين مستلزمات هادو الخوت هنايا هادو ديال القفوزه باش ما يطيحوش الوسخ في الدار والمساء سبحان الله ما بارك كامار انا كامار الخوت كامار اللهم بارك في ذات سيباراسيون شحال وصلنا با ايوب اسميه كان 160 150 الخوت سبحان الله لا انت 140 درهم سبحان الله ديالو كان الخوت بيروش با ايوب بيروش بيروش 50 60 الخوت 70 على حسب لوين الطفرات سبحان الله ما بين قفيزات قفيزات با ايوب شحال عاملين سبحان الله ما بارك قفيزات ناضي با ايوب با ايوب راه عندهم ما حد الدقاقين الخوت 06 76 32 10 71 ها اللهم بارك انا الخوت مع زكريا اللهم بارك صوروا لكم بياسات اللي عندنا اللهم بارك والاثمنه 270 درهم كوبرا انا اللهم بارك وهنايا سينجل 180 درهم هادو راه كرون طاي عنده تما بياسات تبارك الله اللهم بارك هادو كذلك الخوت ما شاء الله 180 درهم هنا يا خي شحال واصلين اخي الزاك 150 درهم الله 150 درهم هادو هادي كوبلة هادي عندو الخوت هادا الدكار وهادي النتوة ديالو شحال سوبر سبانجل هادي الخوت كتعطي فريخات ديالو اللهم بارك سبحان الله الثمن ديال هذا 100 درهم سبحان الله 150 درهم كاين واحد القايم تاعي خلينا النمره ديالك السي الزاكي 0700 740 200 تحياتي الخا واحد سبحان الله ما بارك الخوت مع اسامه احسن اسامه في العالم عندهم محل في شارع سوريا وما كيجيبش بياس بياس كيخليه في المحل اللهم بارك اسامه شحال وصل بيروش اخي اسامه 30 درهم هذا راه طلق علينا المهم الخوت بيروش عندهم 60 درهم 70 درهم 80 درهم الزبره شحال اخي بيروش 60 درهم 40 درهم الزبر اللهم بارك مأكولة هنايا عنده تحياتي اسامه